بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم وبرنامجكم نصيحه طبيه. خلينا بس الاول نعرف او نعرف يعني ايه برنامج نصيحه طبيه، او ايه الاستراتيجي او النهج اللي هيبقى ماشي عليه نصيحه طبيه. نصيحه طبيه هيبقى ماشي على محورين. المحور الاولاني ان احنا دايما بنتفاعل مع الحدث، بمعنى اخر ممكن تلاقي في وقت من الاوقات في مرض منتشر، هنبتدي نتكلم عليه ونجيب الناس المتخصصه ونبتدي نتناول هذا المرض او هذه الحاله، وفي الاخر بندي دايما بننهي حلقتنا بنصيحه طبيه. المحور الثاني هيبقى عن طريق الواتساب، الرقم اللي هينزل لحضراتكم، بتبعتوا لنا على الواتساب دوت، بتختاروا انتم المواضيع واحنا بنجيب الناس المتخصصه. ممكن نجيب ناس متخصصه في مثلا الصحه الجنسيه، ممكن نجيب ناس متخصصه في امراض صدر، ناس متخصصه في امراض انف واذن وحنجره، امراض بطنه، امراض اطفال، كل تخصصات الطب اللي حضراتكم بتواجهوها في حياتكم. هنجيب الضيف المتخصص، هنبتدي نتناول مع الموضوع اللي انتوا هتختاروه، وفي الاخر دايما هننهي البرنامج بتاعنا بنصيحه طبيه، لان احنا برنامجنا اسمه نصيحه طبيه، يعني البرنامج ده بتاعكم انتوا.